السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. مرحبا بكم على القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد. أول حاجة كنرحب بجميع الناس اللي التحقوا مؤخرا بالقناة، كنقول لكم ألف مرحبا. وبالنسبة للبنات اللي دائما مشجعيني كنقول لكم شكرا بزاف. بالنسبة لهذا اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هذا السفنج المقرمش واللذيذ جدا اللي كيكون زعما منفوخ من الداخل وكيجي رطب وفي نفس الوقت مقرمش، كيجي يعني مهوي واكثر من رائع صراحة. نتمنى تجربوه بمقادير بسيطة جدا جدا وبمراحل تهية يعني سهلة جدا، لكي يجي مرافق مع الشاي المغربي طبعا اللي لا غنى عنه. ان شاء الله غادي تشوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة في المقادير غادي نحتاجو 7 غرام ديال خميرة الحلويات ولا خميرة الحلويات البيكينج باودر، الساشي ديال 7 غرام. عندي ملعقة كبيرة من زيت المائدة، القليل من الملح، وعندي هنايا السكر سنيدة، عندي ملعقة كبيرة ديال سكر سنيدة، وهنايا الخميرة الفورية ولا خميرة الخبز اللي غندوبوها ان شاء الله من بعد في الماء يكون دافي. هنايا عندي 500 غرام تقريبا ديال الدقيق الابيض ولا الفرص، عندي وزنت يعني بهاد الزلافة اللي كتهز ليا 250 غرام، يعني درت 2 زلايف ديال الدقيق الأبيض. أول حاجة غادي نطلقوا بها هي أننا ندوبو في الماء الدافئ هذيك الخميرة ديال الخبز باش تطلق لنا. على ما نوجدوا المقادير الأخرى غادي يعني غادي تدوبوها تخليوها جانبا. غادي تلاحظوا ان المقادير سهله يعني بسيطه جدا، وحتى الطريقه ديال التحضير ديال هاد السفنج كيكون ولا اسهل. غنحاولوا ندوبوها مزيان باش ما تبقاش فيها دوك الحبيبات. هنا غادي نطلقوا باش نديروا السكر ديالنا والملح. الملح عينكم ميزانكم عفوا، يعني على حسب الملحه اللي كتستعملوها نتوما. وعندي الملعقه كبيره ديال الزيت النباتيه، وعندي 7 غرام يعني الساشي ديال 7 غرام ديال خميره الحلويات. خميره الحلويات ومع الخميره ديال الخبز كتخلي السفنج ديالنا يكون منفوخ ويكون مهوي من الداخل. هذا هو السر ديال هذا السفنج اللي غادي نقدم لكم اليوم ان شاء الله. بالنسبه للسفنج كيدير فيه الخل باش كيجي داك المذاق ديال الحموضيه ولا ديال سبحان الله، كيجي واحد المذاق اللي هو مميز جدا. هنايا درت الخميره ديالي اللي دوبتها، هنا كنوريكم انني غادي نعجن بالماء يكون دافئ، يعني ماشي سخون وماشي بارد، غيكون ماء اللي هو دافئ بحال الماء اللي دوبنا فيه الخميره ديال الخبز. وغنبدا براس الاصابع كنجمع ديك العجينه، ما خصناش ندلكوها، يعني ما كتاخدش يعني بزاف ديال المجهود اللي باش نديروها هاد العجينه، غير نجمعوها براس الاصابع ونضيفو في الماء شويه بشويه حتى نحصلو على القوام ديال عجينه السفنج. هنا ما سرعتش الفيديو باش نوريكم المراحل يعني بالتفصيل الممل باش تعرفوا يعني شحال زدت ديال الماء وشحال يعني المراحل باش كدوز هاد العجينه. بالنسبه للدقيق عفوا ديروا اي نوعيه دقيق يكون ابيض، يعني الفورس ولا اي نوعيه. وكنضيفوا الماء شويه بشويه وحنا كنجمعوا فيها حتى تولي لينا واحد العجينه اللي هي ملساء. والعجينه ديال السفنج كما كنعرفوا كتلصق في اليد، يعني ما خصهاش تكون قاسحه. غادي نحاول يعني نزيد لها شويه، نجمعها اكثر باش تكون واحد العجينه اللي هي رطبه. حتى نحصلوا على هذا القوام اللي كتشوفوه، يعني نحاولوا العجينه ديالنا ما يبقاش فيها دوك الحبيبات ديال الدقيق. هنا غناخدو الماء باش نجمعو بها ديك العجينه، زعما غير نبلو شويه يدينا ونجمعو ونديرو السلوفان ولا ورق غذائي ولا بلاستيك غذائي
ونديروا عليها شي فوطه تكون نقيه، شي حاجه تكون ثقيله نغطيو بها، ونخليوها تخمر لمده ساعه. انا هاد العجينه خليتها لمده ساعه حتى تضاعف، يعني حتى تشوفوا العجينه ديالكم تضاعف الحجم ديالها. هنا منين دازت ساعه حيت لها داك السلوفان، وهزيت واحد يعني واحد البول درت فيه شويه الزيت باش ندهن دائما يدي. خص دائما يدينا يعني يكونوا مبلولين بشي حاجه، سواء بالماء سواء بالزيت، لكن في هذه المرحله كنفضل الزيت. وغادي نحاولوا نديغازيو ديك العجينه ديالنا، نحيدوا منها كاع الغازات اللي فيها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. هنا هزيت واحد البلاطو غادي ندهن بالزيت دائما، وندهنوا حتى يدينا باش نبداو نكوروا في الكويرات ديالنا. وهنا بالنسبه للكويرات ممكن ديروهم صغار على اللي درت، ممكن ديروهم كبار على هادو اللي درت، الحجم اللي بغيتوه يعني على حسب الحجم ديال المقلات ديالكم. شفتها شويه كبيره على الاخرى، غادي نقص شويه منها، نحاول ما امكن نديروهم بحجم متساوي. وغادي نستمر في هذه العمليه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي. هنا عندي جوج مقالي، يعني يكونوا شويه قدام، حاولوا تاخذوا مقالي يكونوا ثقال، وديروا مقلات صغيره ومقلات كبيره، باش هكا في المقلات الكبيره ديروا بزاف ديال الزيت باش نقليو بها البيني ديالنا ولا السفنج ديالنا. وفي المقلات الصغيره نحاولوا نديروا غير شويه ديال واحد 3 المعالق ديال الزيت النباتيه باش ندوزوه فيها الاول. هنا دهنت يديا بالزيت، وغناخذ كويره وغنحاول ندير ثقبه في الوسط ونجبد فيها يعني بسرعه باش ما تميلش لينا ولا تجبد لينا بزاف وتضيع لينا العجينه. نحاولوا نكونوا خفاف في هذه العمليه، وغادي نحطوها في المقلات اللي درنا فيها فقط القليل من الزيت. علاش القليل من الزيت؟ حيتاش الا لاحظتوا السفناج حتى هو كيميل المقلات ديالو، المقلات ديالو دائما كتميل. كيحط في اول مرحله كيحط السفنج فين كاين الزيت القليله، من بعد كيحاول يهبط داك السفنج سبحان الله، باش يعني كيتنفخ لكم السفنج ديالكم، كيكون مهوي من الداخل. كما كتشوفوا بداو كيتكونوا عندنا فقاعات. والعافيه بالنسبه لهاد المقلات درت لها عافيه اللي هي منخفضه باش السفنج ديالي يطيب من الداخل. كما كتشوفوا كيتكونوا فقاعات، ومن بعد غادي نقلوها للمقلات الكبيره اللي درنا فيها زيت وفير باش هكا كيكمل الطياب ديالو. ونحاولوا نهزوها يعني في نفس الجهه اللي درناها في المقلات الكبيره، يعني ما نقلبوهاش. كما كتشوفوا تبارك الله تنفخ ليا، يعني السفنج كيكون فيه فقاعات بحال هكا. ونحاولوا نقلبوه، ما خصناش نغفلوا عليه حيت دغيا كيطيب، يعني دغيا كيتحمر. وهاد المقلات الكبيره درت فيها عافيه اللي هي متوسطه، يعني ما نجهدوش وما نقصوش على عكس المقلات الصغيره اللي درنا فيها في اول مرحله درنا فيها عافيه منخفضه. هنايا في المقلات الكبيره غنديروا عافيه اللي هي متوسطه. هنا دائما كنحاول ندهن يديا بالزيت النباتيه باش ناخذ عاوتاني كره اخرى نخدم بها. غنعاود نفس العمليه، يعني غادي نحاول نشكل السفنج ديالي. صدقوني هاد السفنج كيجي اكثر من رائع، نتمنى ان شاء الله تجربوه. وكما شفتوا يعني ما كياخذش المقادير بزاف، وحتى الطريقه ديالو سامبل، يعني ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. انا كنوريكم درت ورق نشاف باش نحط فيها السفنج ديالي. انا كنحاول من الجوانب ندوز فيه الزيت باش يتحمر ليا مزيان، ومن بعد غناخذوه نستقطروه ونحطوه جانبا.
وانا غادي نحاول نكمل كاع الكميه اللي عندي. هنا كنوريكم الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيجي مهوي ومقرمش من برا، كيجي لذيذ جدا، ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. ما تبخلوش عليا بدعواتكم وللايكات ديالكم، ونتمنى يا رب المحتوى ديال القناه يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.